مسك الختام دعوات صالحات مقبولات مطروعات إلى حضرة البارئ الرب الكريم الحنان المنان ذي الجلال والإكرام متدفعات بجلابيب أجواء مكة المكرمة والمسجد الحرام والكعبة المشرفة يدعو بها إلى المسجد الحرام وتؤمنون والله هو الذي يتقبل من عباده الصالحات والطيبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر كتابك ونبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر كتابك ودينك ونبيك وعبادك الصالحين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة جميع امور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه واله وسلم واجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عملنا في رضا وهداك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا رب يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن بين أيدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم يا رب يا رحمن يا رحيم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إذا أردت بخلقك فتنة فاغفرنا إليك غير مفتونين. اللهم إذا أردت بخلقك فتنة فاغفرنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تكرم وتكرم كل من كان سببا في نشر الخير والعلم والدعوة والسنة في هذه البلاد الطيبة في مدينة لكم وفي غيرها. اللهم إنا نسألك أن تغفر وترحم علماءنا ومشايخ هذه الدار الشيخ أبي الحسن الندوي وغيره من العلماء الربانيين الذين كانت لهم جهود كثيرة في إقامة هذه البلاد في إقامة هذه الدعوة في هذه البلاد. ونسألك أن تثني وتشكر عمل وفعل كل من قام على هذه الدار وجاهد فيها وانشاها انك على كل شيء قدير. ونسألك يا رب يا الله ان تغفر لنا وترحمنا في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات وفي هذا الاجتماع المبارك وتجعلنا ممن يحضر هذه اللقاءات وهذا الاجتماع ويقال لهم انطلقوا وارجعوا مغفورا لكم انك على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.